ثلاث كاسات طحين، بدنا نص كاسة سمنة ونص كاسة زيت، بدنا كاسة سكر، تنتين بيض، معلقة ونص صغار بيكنج باودر، بدنا معلقة صغيرة فانيلا. لحشوة المبروشة اللي هي اليوم مها يعني مبتكرة فيها، بدنا أربع حبات تفاح مقشرة ومبروشة، بدنا معلقة كبيرة قرفة، معلقة نشا ومعلقة زبدة. بدي أبرش التفاح. بتبرشيني مثل ما قلت، ما بحب يبرشه، ممكن يقطع تقطيع. اهلا وسهلا ام حسام الحناوي وانعام القيسي، شكرا شكرا يا حبيبتي، الله يسعدك. وام جعفر، شكرا يا ام جعفر على هالتواصل الحلو. ام حسام الحناوي صباح الخير قلنا، صباح الخير. بعدين رندا عيده، صباحكم عسل، شكرا ابدعتي، بتقول لك شكرا لك. شكرا مرام زيد، بتقول لك صباح الخير. سؤال الورد، مرام زيد بتقول انه هي بالمربى. بقول لا، يعني احنا بالمربى، هي بالمربى، بس هاي طريقه جديده جربوها، عملت لنا طريقه جديده للمبروشه، كثير زاكيه، وزي ما قلنا ما في شرطي مخالفات بالاكل، ما حدا رح يحاسبنا يعني عادي. انت عايش، تسلم ايديك يا مها، حبيت تعبيرك هذا، مها ما حدا رح يحاسبنا، انتوا شو بتحبوا اعملوا. لا يعني ما في حدا رح يجي مثلا انه انت ليه ما حطيتي هالشغله، عادي اللي بتحبوه حطوه، ما بتحبوه لا نحجزين. لا نحجزين، اهلا وسهلا يا لانا، شكرا. ورانيا حلواني كمان الله يسعدكم، بتقولوا صباح الخير. صباح الورد. أسيل بني عامر، صباح الفل. تقريبا الأجنحة خلصوا هيك. النار هون مشكلة. اوكي، هلا أهم شيء ما تنحرق الزبدة، عشان هيك حطيتي هلا التفاح، ديروا بالكم. ايوه اوكي تمام، هيك بدي أخليه بس يدبل شوي. اوكي، تنزل ميته، لما بحط عليه النشا بتصير مثل المربى. حلو، بس بصير انه فريش تفاح مفيد اكثر طبعا، اكيد للاطفال للي ما بياكلوش فواكه كثير وهيك. معقولة، فالافضل انه نفوت لهم الفواكه باشياء ما بيشوفوها. طيب اسمعي، لازم يخترعوا جهاز لما تفتحي ينزل لك الكومنتس الجديده. هلا انا كل ما افتحه برجع بنزل لي الكومنتس القديمه. هلا العجينه عندي ثلاث كاسات طحين. اوكي، سلام اليتيم، يا سلام، شو هالاكل الزاكي، والله كله مبدع. كاسه سكر، هلا هدول عم تحطي المكونات. عبد الفتاح ابو عريشه ببعث لنا حمص وفول، يا سلام يا عبد الفتاح، شو هالفطور الزاكي، بعد صحن حمص وفلافل وخيار وبندوره وزيتون، خبز طابون، شكرا يا عبد الفتاح. اوكي، بيسان الصلاج، صباح الخير. بدي اقول لك بس شو حطيت هون. نعم، حطيت ثلاث كاسات طحين وكاسة سكر وبيكنج باودر، راح احط نص كاسة زيت ونص كاسة سمنة، للي ما بحب السمنة ممكن يحط كاسة كاملة زيت او ممكن زبدة، زبدة كمان. انت حاطة سمنة بس بتقولي يمكن زبدة، اوكي بصير. وعندي هون فانيلا، تمام، ممكن يستعملوا السائلة برضه. وفي عندي بيضتين، هلا السمنة والزيت هم السائل والبيض، ما فيها مي، هي ناشفة، هي بتكون عجينة ناشفة بالضبط، مثل عجينة التارت والباي. يس، نفس الشيء. اوكي، سوسن قديسات بتقول لك وصفاتك حلوين مثلك يا مها، شكرا، يحلي ايامك يا رب. شهد ملكاوي، صباح الخير يا مها، شكرا يا شهد. تمام، هلا التفاح رح تحطي عليه قرفه او شيء ولا بس يخلص؟ هلا انا ما رح احط عليه سكر، بتكفيني انه التفاح اصلا حلو. وفي عندي كاسه سكر بالعجينه، فما في داعي انه احط بالحشوه سكر. تمام، اللي بحب انه تكون احلى بدوها، ممكن يحط سكر، ما في مخالفات، ما اذا في واحد بيزيد سكر ولا حدا رح يسال.
كل واحد ذوقه يعني. اسمع امبارح عملت شيء كثير انا كيفت حالي. شو هو؟ بنتي بتحب السميد، السميدي سميد مع حليب. السميد مع حليب وزبده. فامبارح قلت ليش ما ازيد عليه جوز هند؟ فزدت معه جوز كثير بسيط، جوز هند، وحطيت على الوجه طلع شوي حلو. فحطيت على الوجه جوز وجوز هند، بس هو سميد مع حليب مع الجوز هند. وهيك حطيته بكاسات كثير طلع زاكي. يعني اشي كثير بسيطه ما بتاخذ 10 دقائق وانت على الغاز. صح. بس بتعملي صنف حلو كثير بيكون زاكي. مرات بكل واحد جا عباله شيء زاكي ومش عباله يضل واقف. بالضبط هاي هي، وانا على الواقف سميد وحليب وزبده بقلبها جوز هند، وعلى وجهها حطيت جوز وجوز هند كثير طلعت طيبه. رح احط معلقه نشا هون. ريم سنقطرت بتقول لك صباح الخير، وصباح الخير الي من الدوحه، شكرا يا ريم سنقطرت. رح احط معلقه قرفه. اي البره بطاريه بلشت تروح. هلا هون حطيتي ايش؟ قرفه؟ حطيت معلقه نشا صغيره وحطيت معلقه قرفه. اوكي عشان شو اسمه؟ هيك صارت الحشوه جاهزه. تمام. لازم مصر. كتير زاكي هاي، خدي. يسلم عليك. هذا عادي نحط عليه سخن ولا لا؟ يمكن عادي. عادي متعودين. هو متعود. هو متعود على السخن. بدها عضلات العجينة. يعني هاي تقريبا نخليها سمك اصبع او لا اقل، انت عم تعمليها رقيقة شوي. هلا في ناس بحبوها تكون شوي زي ما بدك اسمك، فعادي اللي بده. ما في مخالفات. اليوم ما في مخالفات ابدا، فكل واحد حر باللي هو بيسويه. كل واحد ومعلامه، كل واحد ومزاجه. هلا مرات كثير ناس بعتوكي وصفه انه مثلا بتغيري نوع بهارات بنوع شيء. اكيد شيء انت ما بتحبيه فعادي. ولا كيف بضل في يخطر على اكلات؟ ولا كان بعدنا على الاكلات من زمان، قد ايه بضل يطلع اكلات جديده. هي زي الشعر، زي النثر، عندك مجموعه حل زي الاحرف تعملي منهم قصيده، عندك مكونات تعملي منهم اكله. بالضبط، في كلها ابداع اختراعات. هلا قديش نحطها بالفرن؟ هلا تقريبا بنحطها 25 دقيقه من تحت على فرن 180. بنرفع الشبك لاول رف بنحطها. والله 25 دقيقه بتاخذ منيح. انا مش عارفه شو بنعملها. ونرجع شو بنعمل؟ بنشغل الفرن من فوق بنحمرها. بنحمر المبروشه.